كان عيشوا واحد انتكاسة كبيرة في كرة القدم الإفريقية. إفريقيا على المحك، كانت مباراة الذهاب كيف ما شاف الجميع ولاحظ الجميع وصدر العقاب ديال الحكم غريشام. الآن تتمارس نفس العملية، إذن هنا هناك سوء نية. لم ننسحب، احنا بغينا نكملوا بالتقنية الجديدة اللي عطاوه نفس التصريح ديالهم بأنه موجود الفار، حيت سولنا مع الفار قال لك هو غير ما خدامش، ما فهمناش، قلنا لهم احنا متمسكين وباغي نلعبوا المباراة، ولكن الرجوع إلى الهدف المشروع اللي الطرف الأول عاود الطرف الثاني. إذن هنا نية مبيتة، احنا غنتمسكوا بجميع المساطر القانونيه وغادي نمشيو مع ملطاس وغادي نمشيو في جميع، غادي نديروا جميع الامكانيات ونخوضوا جميع الامور والمساطر القانونيه. هذا حرام، حرام على المسيرين اللي كيسيروا الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي اليوم اصبح في خطر، ما عرفناش اذا كانوا بغا يعطيو هذا الكاس هديه، احنا يقولوا لنا احنا ما نلعبوش، احنا مستعدين اننا نمشيو معهم في هذا المينول، ولكن هذه كرامه ديال البلاد والسياده، ما يمكنش لينا يجيو يغتصبوا لنا حقنا وحنا كنشوفوا. حنا غادي نمشيو معهم المساطر القانونيه اللي هي الطاس وهي الفيفا، غنلجؤوا معهم لجميع الامور القانونيه. حنا جينا نلعبوا هذه المباراه بروح رياضيه، بروح رياضيه، وكنعاودوا ناكدوها بروح رياضيه، وحنا كنسلكوا المسالك القانونيه. اليوم بان وتبين للجميع، تبين للعالم ان هناك ظلم وعداله غير منصفه، عداله غير منصفه، غير منصفه. اليوم تبين للعالم ان هناك تحكيم لن اقول عليه فاشل، من سيقولها القانون. الناس المختصين قالوا انه بيت مشروع، لا في الذهاب، هناك بيت ثاني مشروع وضربه جزاء ثاني مشروعه، الى انهم لا يريدوننا ان ناخذ هذا الكاس. احنا عادي جدا لو الى بغاو يلعبوا معنا الكره، احنا جينا باش نلعبوا الكره وتسود الروح الرياضيه. احنا جينا للبلد الثاني ديالنا الشقيق، الاشقاء ديالنا التونسيين، وعندنا نيه ان نلعبوا بكل روح رياضيه، الا اننا اليوم تنتفاجئوا بمسائل اخرى. قلنا اليوم احنا دويتوا معنا على التقنيه الفار، احنا تنعاودوا ناكدوا لكم اننا احنا متمسكين بهذه التقنيه، انتم اللي جيتوا لنا ماشي احنا اللي جينا لكم. دويتوا معنا على اساس انه ما خصناش نفوتوا 12 ديال الليل، دابا الوحده الله ربع عاد سيفله بان المباراه انتهت. احنا ما نهيناش المباراه، احنا ما خرجناش من التيران، وحنا مازالين احنا متمسكين بالحق ديالنا ومستعدين ان نمشيو معهم ونسلكوا معهم المسالك القانونيه. هذا منكر، هذا منكر، هذا منكر. المنكر من يغيره؟ وهي المؤسسة. إذا كانت المؤسسة تنخرط في المنكر، فهذا عيب وعار على من يسير هذه المؤسسة.